وليش كنت متوقعة متنبئة خانة؟ ما عرفش بقى. هاي زيك يا سمسمة، شو كنتوا عم تحكوا؟ صاحبتك قاعدة هي، اسأليها. أنا عايز أمشي بقى عشان مهند عازمني على السيمة. باي باي. شو الموضوع؟ سموحة، هلأ إذا عامل إطفاء كان عم يطفي حريق وقهن من أخت رقبته، بيطلع له تعويض ولا لا؟ إيه طبعاً بيطلع له. لكن قولي هالكلام لهنادي. إيه؟ ليه شو دخل هنادي؟ لأنه ما عم ترضى تعمل لي عقد تأمين ضد أخطار العمل. أنت عم تشتغلي ورا مكتب، يعني لا عم تنزلي تشتغلي بمنجم فحم، ولا عم بتروحي على البحر بتصيدي سمك، ولا عم تشتغلي بسيرك بين حيوانات ونمورة. أنا مخاطر أنت عم تحكي عنا. هلأ أنت معي ولا معا؟ أنا مع المقولة العظيمة اللي بتقول ما بتعرف خيره ولا تجرب غيره. شو قصدك؟ قصدي إنه هنادي هلأ بتكون عم تترحم على أيامي، وبتكون عم تعض أصابيع ندم لأنه خلتني أترك الشغل، لأنه أنا السميحة بشتغل بدون ولا كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بكي ليش ارتعبتي؟ لا ما في شي، عادي عادي. أنا رايحة على المطبعة. رايحة على المطبعة؟ رايحة على المطبعة. بدك تتركيني لحالي؟ لك لكان مع مين حابة أتركك؟ طيب الله يخليكي، خليني أروح معك. لوين بدك تروحي معي؟ باي. في شي؟ لا ما في شي. والله شو في؟ خلص عن جد ما في شي. يعني شايفتي لك شي فيلم رعب امبارح؟ لا ابدا. احكي اذا شايفه، انا كمان بشوف افلام رعب. طيب ممكن اسالك سؤال؟ سالي. صدف شي مره انه كنتي عم تنظمي عرس لوحده كان ابن عمها بده اياها وهي عم تتجوز حدا تاني؟ كان ابن عمها بده اياها وهي عم تتجوز حدا. ايه مارق معي هيك شغلات. طيب واجا ابن عمها لعندكم لهون على المكتب وهو حامل بايده مسدس او سكين؟ هلا مسدس ايه، بس وقتها ما كان مسدس او سكين. نبورشك يا رانيا. مرحبا قيصر. اهلا نياد. جيت كذا مرة لعندك ولقيتك مسكر. ايه كان عندي هيك شوية ظروف. امرني. لا بس بدي اقول لك انه السي دي اللي اخذته من عندك اخر مرة كان حلو كثير، بس هلا هيك بدي السي دي اغاني يكون اتقل. كيف يعني اتقل؟ يعني بيوجع القلب اكثر، بيجرح المشاعر اكثر. قيصر بدي السي دي اغاني كله هيك قهر وبكي ونهنها ويقطع القلب من جوا تقطيع.